السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. قطارة الإمام علي صلوات الله عليه، هذه القطارة التي تبعد عن محافظة كربلاء حوالي 20 كيلومتر باتجاه عين التمر وبجوار تلال الطار الشهيرة. طبعا هي عبارة عن عين ماء تقطر من أعالي التل، بمعنى أنها لا تنزو من الأسفل. هكذا شاهدناها إبان سقوط النظام البائد، لم تكن مزارا ولم يلتفت إليها أحد. طبعا بعد فترة شاهدنا ظهور لوحة كتب عليها قطارة الإمام علي وعدت على أنها واحدة من المزارات الشيعية. أحيطت بسياج بسيط ثم بناء صغير، بعدها استغل البعض هذا الأمر وشيد المكان بشكل أوسع. تقاطر الناس الزوار على هذا المكان بوصفه، يعني الرواية التي أحيطت بالمكان، قالوا أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه عند عودته من معركة صفين وكان جيشه عطشا فنزلوا فيها، ورواية أخرى تقول أن هناك راهبا كان بها. الجماعة سووا جراج كبير، سووا متنزه أيضا، وأيضا سووا حديقة للغزلان. من الناحية الرسمية هذا المزار ليس تابعا لدائرة الوقف الشيعي، إنما هو تابع لدائرة المزارات الشيعية. وعلمنا بأنه منذ ما يقرب من 5 سنوات كان هناك نزاع في هذه الدائرة، دائرة المزارات الشيعية، حول تاريخية المكان وصدقية انتمائه للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. لكن هناك من كان يدعم هذا المشروع بقوة لما يحققه من إيرادات ضخمة. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم والتي حملت عنوان القطارة وإن تعجب أراك الدهر عجبا. معكم على أفاضل في التقديم ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا تعالوا نقرأ سوية مقطعا من إحدى الوقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان الإنسانية بين حسين البصري وريان المغربي للكاتبة نور الجبوري. الإنسانية بين حسين البصري وريان المغربي، الكاتبة نور الجبوري. صباح يوم السبت 20 من آب أغسطس عام 2022 في مدينة كربلاء المقدسة، وتحديدا في مزار قطارة الإمام علي عليه السلام، انهالت التربة والصخور على المزار، واحتجز عدد من الزائرين تحت الأنقاض، وتسارعت فرق الإنقاذ من الأبطال في الدفاع المدني من 3 محافظات عراقية فقط، وطبعا بمشاركة فاعلة من أبطال الحشد الشعبي الحاضرين في كل الميادين. وانتشرت الأخبار والصور في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن بغياب تام للقنوات التلفزيونية إلا البعض الذي كان له حضور خجل في أول يوم. تويتر لا يوجد فيه أي تغريدة تخص الموضوع ما عدا الوطنيين والإنسانيين. أين الذين غردوا واستنكروا وابتهلوا إلى الله في حادثة ريان؟ أين السياسيون العراقيون؟ أين القنوات التلفزيونية العراقية والعربية والعالمية؟ أين تصريحات رؤساء الدول من كل أنحاء العالم كما فعلوا مع حادثة البئر؟ مرحبا بكم أيها الأحبة، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعد جاسم، مرحبا بك. الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي الدكتور رعد الكعبي، مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذ سعد، الجميع تبرأ من القطارة التي قيل أنها قطارة الإمام علي عليه السلام بما فيها الوقف الشيعي المسؤول عنها. هل يؤشر هذا بالبناء بدون رخصة مثلا؟ من الذي صمم المشروع؟ من الذي أنفق عليه؟ من الذي أشرف عليه؟ ما أعرف شنو القضية. بسم الله الرحمن الرحيم.
حقيقة حادثة قطارة من الحوادث التي اندارها الجبين. الكل انسحب من مسؤولية إقامة هذا الضريح. أولا هناك رواية تاريخية أن الإمام علي عام 37 للهجرة هو من قام بالكشف عن هذه العين، عين ماء. لكن الرواية التاريخية تتطرق إلى أن الإمام علي عليه السلام أخفى هذه العين بعد خروجه منها، ثم قال لأصحابه: هل منكم من يدلني عليها؟ فقالوا نعم، فذهبوا إليها فلم يجدوها. أنا أستغرب حقيقة من أين عثر عليها هذا المستثمر؟ ربما هو هذا محل النزاع بين الوقت، ثم انه مقام ديني. هل يعقل ان مقام ديني يسلم بيد مستثمر؟ اليس هنالك مؤسسات دينيه مثل الوقف الشيعي والمزارات ومحافظه كربلاء؟ ثم لماذا محافظه كربلاء تخلت عن المشروع؟ اليس محافظها بعام 2014 عقيل الطريحي هو من امر بتوسعه الضريح؟ هو من امر باضافه الكثير من الاراضي والتحسينات على المشروع؟ لماذا الآن تخلت عنه؟ الجميع تخلى عن هذا المشروع وكأنه جريمة. بالحقيقة هو في رأيي الشخصي هو من ضمن سياسة التجهيل للمذهب الجعفري. وأنا لاحظت خلال الفترة الفاتت أنه بالتغريدات الكل ركز على حقيقة واحدة، أنه على تجهيل المذهب، وكأنما صارت سبة على المذهب هذا الضريح. فلم يتطرق أحد إلى معاناة الناس أو الضحايا اللي انتشلوا من تحت الأنقاض. مدير عامل الدفاع المدني قالها بصراحة، قال انتشلنا 7 جثث وهناك جثتين لحد الآن بعدهم تحت الأنقاض، واثنين فقط الناجين هم الطفلين مهدي وحسين، ولم يركز أحد على معاناتهم. والمسؤولين عندنا كانوا في منتهى الهدوء، بحيث معظمهم انشغل ب الصراعات السياسية وانشغل بفضيحة السفير العراقي، ولم يتطرق أحد إلى هذا هؤلاء الضحايا. هذا غريب يعني غريب. طيب دكتور رعد، رحم الله الدكتور الوائلي الذي قال بأن مستوى الوعي والثقافة الدينية لم تصل إلى نصف مستوى الطموح، بحيث أن هناك تجارة حقيقية بالمزارات الوهمية. أين نحن من هذا القول؟ بالبدء تحية لجناب الكريم والأخ العزيز أبو علي. مرحبا بك ضيف كريم وقناتكم الموقرة، وأشكركم على هذه الاستضافة. في واقع الحال المشكلة اللي تواجهنا يعني حاليا أو حتى كانت قديما، أكو عدد كبير من المزارات الوهمية اللي موجودة في العراق. أشار لها الدكتور. لا أكو كتابيا بالسوق موجودة. كتاب العباس شمس الدين اسمه، أنا يعني أريد تجيبه وياي للبرنامج بس بعدين نسيته. وأكو كتاب لمؤلف آخر اسمه المقامات المجعولة، شاع حرز الدين، هذا الكتاب الطبعة الرابعة عام 2014، يقول إنه هذه من ضمن المزارات الوهمية هي مزار القطارة. مزارات وهمية، ويعدد لنا 100 مزار وهمي. والمفاجأة الكبيرة حتى مزار الحر يقول مزار وهمي، يقول الحر استشهد مع الحسين في الحائر الحسيني واندفن مع الشهداء. لما عشيرته تريد تشيله، يعني هذا استنتاج بعدين طلع، لما عشيرته تريد تشيله تمشي بي كيلو، تمشي بي 50 متر. ذاك الوقت لاكو سيارات، لا الآن إذا تريد تزور الحر تأخذ تاكسي من الحسين. نعم صحيح، مسافة بعيدة، مو مال عشيرة تشيله والدنيا حارة والناس متين بالحرب. هذا أحد الأسئلة التي تواجه فيما يتعلق بمعركة 100 مزار توزيع القبور. بالضبط، عمران بن علي قال هذا مزار وهمي، قال الإمام علي ما صلى بباب اللي قال أرض عذاب يدفن ابن بيها. 100 مزار عددهن حرز الدين، اللي يريد يشتري الكتاب موجود. مزارات شيعية هي مزارات وهمية، ضمنها القطارة. قضية القطارة بها بعد ديني وبها بعد اقتصادي، وصار هسه بها بعد سياسي. البعد الديني، اولا الحادثه مالت القطاره يعني القصه موجوده حتى عند المفيد. الى حد كبير تشبه حادثه براثه. انه اكو واحد موجود وقال له، قال لك هو وصي يكشف عن عين ما، هذه اذا صدقنا ان هناك اذا صدقنا بالقطاره يعني براثه مزار وهمي.
اذا صدقنا براثه يعني القطاره هو ما معقوله مرتين الامام علي هو مره واحده طلع الصف مو بالضروره هذا ما مرتين يشوف لك انا ويطلعوا له من الانجيل وهذا فوسي يكشفه وهذا مو بالضروره يكون اكو تلازم اذا كانت القطاره وهميه جغرافيا خلنا خدمه جغرافيا تاريخيا كانت الكوفه القديمه بمرقد زيد زيد عندما صلب بالكناسه الكناسه كانت ضمن الكوفه الكوفه القديمه كانت يم مرقد زيد ها مقر الكوفه كان هذا دار الاماره وهاي ذيك الكوفه الاحياء الشعبيه الامام علي لما يريد يرجع لصفين للكوفه يروح للنجف شو يسوي شو يسوي للنجف يعني يعني الاسلم طريق للجيش وهذا الخط المستقيم يجي من هناك هاي شيء الشيء الثاني اذا كانت هاي القطره المي هو سموها على الصخره تقطر صحيح. يعني هاي هذا المي ما انتهى منين جاي هذا المي شنو مصدره راح جابوا لهم ماطور وقام يسحبون به مي وهاي المره اذا تسبحين كذا ذيك ما ادري شنو فد اشياء ما انزل الله بها من سلطان زين الدوله والوقش الشيعي الان ما عندهم اليه يغلقون بها المزارات الوهميه ليش يخلونها تتمدد وين كانوا عن هذا المزار المهم هو يعني كبر قيد اذا كان لم يسجل في الاله اللي ارفعتهم انتم محققين بهاي الاشياء يحققون بس مال هو يدخل ضمن المزارات الشيعيه هسه انا ما اخلي لي هنا علم ورايه وهاي واقول يدخلونه المشكله وين؟ المشكله اذا كان هذا مزار ديني لماذا الدوله ما مهتمه به رسميا؟ لم خليه متولى عليه لم خليه لم دخلته اذا كان مو مزار ديني ليش ما غلقته؟ لا حد يقول لي ما تقدر تتحرك الدوله الان الوقف الشيعي والعتبات المقدسه عندهم اناس وعندهم اموال وعندهم قدره لاتخاذ قرار لوقف مثل هذه الحاله كانك تقول ان دائره المزارات الشيعيه في الوقف الشيعي كانها تسهم في موضوعات التضليل لما سكتت هي تسببت بان تمدد الموضوع وصل لما وصل عليه الان لا قدر تعلق الامر بقضيه الوعي والثقافه يعني اي قدرت قضيه الوعي يعني اللي دا يصير على ارض الواقع انه تصبح هذه بين ليل يوم اصبحت مشاريع استثماريه تدور اموال طائله فينفق عليها الناس اما مساله ان الناس يروحون يزورون لو ما يزورون ذاك بحث اخر لكن هي القضيه الجانب هذا الجانب الديني الجانب الاخلاق اللي موجود بالموضوع انه لما انهارت والناس بقوا تحت الانقاذ ما شفنا مسؤول بادر هسه لا تعتبره لا تعتبره مرقد ديني وانهار تعتبره يعني هذا نتحدث به استاذ سعد قبل اشهر قليله شهدنا والعالم كله شهد ما حدث مع الطفل المغربي ريان وراينا كيف ان العالم كله عبر عن تضامنه مع المغرب ازاء هذه الحادثه لماذا غاب هذا التضامن في موضوع القطاره الاجابه عن هذا السؤال كتبته في مقال انا نعم الحقيقه الاعلام العربي اعلام طائفي منحاز دائما ضد القضايا الشيعيه العراقيه والشيعيه بالذات طيب فهم لا يعتبرون يعني في مصر مثلا يسالونك سؤال هل انت شيعي ام مسلم؟ نعم يعني الشيعه ليسوا مسلمين نعم سني ام مسلم لا شيعي ام مسلم شيعي ام مسلم يعني انت شيعي كافر يعني يعتبرون الشيعي غير والمسلم طبعا السني مسلم عندهم نعم فالاعلام العربي والشعارات الزائفه كلها ذهبت ادراج الرياح في قضيه القطاره نعم لان من ماتوا تحتها هم لا يستحقون اصلا اهتمام الاعلام العربي بهم والمؤسف حقيقه انه كثير من التابعين لهذا الاعلام من العراقيين ايضا تحاشوا الحديث عن ما حدث من لعوائل المتوفين وجثتهم ولذلك نرى الاعلام العربي ركز على ناحيه واحده انه حادثه جنائيه ولكن ركز عليها اساءه للمذهب الجعفري زين هذا ما يتعلق بالاعلام العربي الاعلام العالمي اشغاب ايضا الاعلام العالمي لا يهتم اذا يشوف اكو ردود افعال بالاعلام العربي قويه راح يتبعه وهذا اللي حصل بقضيه ريان الاعلام العالمي لا يهتم كثيرا بالقضايا بالشرق الاوسط الا اذا كان هنالك تركيز عليها الاعلام العربي جاهل فالاعلام العراقي ايضا انساق وراءه عدا اتباعه للبيت اللي كانوا في قمه المسؤوليه عدا المسؤولين اللي تنصلوا عن هذا الموضوع وكانه لا يهمهم ضيوفي الاكارم انتم ايضا ايها الاحبه تعالوا معي لنقرا مقطعا من مقال اخر حمل عنوان تفكيك المواقف وردات الفعل القطاره
والسفارة الباحث الدكتور محمد أبو النواعير. تفكيك المواقف وردات الفعل، القطارة والسفارة، الباحث محمد أبو النواعير. شجاعة العراقيين في إظهار مكنونهم الأخلاقي والشرفي والديني، وتوحدهم في رفض وانتقاد واستهجان الفعل المخزي للسفير العراقي في الأردن وزوجته، وقد كان حقا فعلا مشرفا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. قد نكون متميزين فيه عن الكثير من الشعوب العربية والإسلامية. الموقف الثاني المشرف هو ما قامت به فرق الدفاع المدني من بطولة وشجاعة وتضحية كبيرة وتفان في عملها في حادثة القطارة في كربلاء، والتي تمكنوا من خلالها من إنقاذ الكثير من الأرواح والأنفس، وهو فعل يعكس صورة مشرقة لموظفي الدولة بعد أن عملت ماكنة الإعلام المعادي على تسقيطهم وتسفيههم على مدى عقود، وفي نظري هم يستحقون التكريم لتفانيهم في عملهم بشكل بطولي. مرحبا بكم مرة أخرى، كما أجدد الترحيب بضيوفي الأكارم دكتور رعد. الكاتب أبو النواعير يعني ربط بين الحادثة التي حصلت قبل أيام، واللي هي قضية زوجة السفير العراقي في عمان وراغب علامة، وكيف حظيت باهتمام بالغ من قبل وسائل الإعلام العراقي، وبين حالة أو موضوع القطارة. بعد إذنك، هو يتساءل عن دور الحكومة البارد أزاء قضية القطارة. ليش يعني؟ احنا عندنا بالاعلام نظريه اسمها نظريه التأطير. نعم، يعني الوسائل الاعلام نعم. تؤطر القضايا حتى تصبح اولويه لدى الجمهور. في الغالب عندنا يعني اغلب وسائل الاعلام عندنا في البلد تتقصى هفوات السياسيين والشخصيات المعروفه. لما طلعت هذه الصوره مال زوجه السفير بينها وبين يعني بينه وبين زوج بين زوجها وبين راغب علامة، واستثمرت بطريقة توحي لأنه السفير يعني طعن بأخلاق السفير. نعم، اللي صارت مادة خصبة للتندر السياسي، مادة خصبة للحديث، مادة خصبة للجدل. نعم، موضوع القطارة موضوع ديني وفيه مسحة إنسانية، دول اللي سقطوا عليهم. نعم، وصوت الطفل اللي يقول أنا ما عندي أريد أبوي يهتم بيه. نعم، مثل هذه القضية يعتقدون أنها أول شيء ما تمثل كل المجتمع. هذا الاعتقاد الموجود عند بعض الإعلاميين. أنا عندي المؤشرات من وصلت هذا الاعتقاد. ويعتقدون أن الجانب الإنساني الجانب الطائفي بها أكثر من الجانب الإنساني، كونها أساسا يعني أنت مثلا لو صارت هذه الحادثة في مرقد ديني معتبر مثلا مرقد الإمام علي مثلا أو المراقد الدينية الأخرى، ربما كان أخذت اهتمام أكبر من هذا. بهذه الطريقة يعني ما تجعل القضية هي قضية ريعة، من الصعوبة أن يحولون قضية تهم مثل ما قال لك أبو علي تهم الوسط الشيعي يسألونها قضية رأي العام. دائما هم الوسط الشيعي يقول لك مهمشين كذا، هم أخذوها مجال للتندر. نعم، هذا جانب. الجانب الآخر، الآن القنوات الفضائية اللي عندنا طبعا على أوفق إحصائية هيئة الاتصالات عندنا 84 قناة فضائية. نعم، هذه هي المجازة، وعندنا 51 إذاعة مسموعة. نعم، وعندنا 16 صحيفة منتظمة الصدور. هذه الآن ملتهية بالصراع ما بين الإطار والتيار الصدري. نعم، من الصعوبة بمكان أن تفرد مكان الموضوع مثل هذا، يقول لك الرأي العام مهتم بهذا الموضوع، أنا عندما أتحدث من هذا بهذه القضية أفقد فرصة على التأثير بالرأي العام. الموضوع القطارة كان من الممكن في ظروف عادية أن يتحول من حادث إلى قضية وبعدين يتحول إلى قضية تهم الرأي العام، لكن تحويله إلى قضية تهم الرأي العام معناها فتح باب الاتهامات للجهات التي كانت وراء بقاء هذه القطارة إلى اليوم وحصل ما حصل. هذا ما يتعلق بالجانب السياسي وحراك الفعاليات السياسية وانشغالها. لكن أنا متفاجئ مثل حتى السيد الحلبوسي. نعم، لم يصدر بيان مثلا في جوانب إنسانية حول موضوع العبارة. نعم، يعني أقام الدنيا ولم يطرق له. نطرق له، لكن الكاتب بنفس المقال يعني يقول موقف الدولة بكافة عناصرها كان باردا، يعني بعيدا عن الفعالية السياسية. الدولة دولة يعني المفروض أنها لا تنشغل بالحراك السياسي. ما أدري ما اعتزاز البالغ بالكاتب.
نعم. يعني هو عايش ويانا لو عايش بغير مكان، هو ما يعرف الدولة شلون تدار هسه. هسه احنا بالمفهوم الحديث، وإن كانت مؤلمة هذه الكلمة، لكن نعم. أنا مسؤول عنها. لا يوجد لدينا دولة الآن بالمفهوم الحديث. الدولة يعني تكفل لك حقوقك بموجب الدستور، وانت تعطيك خدمات ازا ما تدفعه. الان المرور ليش ياخذون غرامات من الناس؟ هي وين هالشوارع الزينه؟ وين البلديه ليش تاخذ غرامات من الناس؟ وين المي؟ وين الكهرباء؟ الكهرباء ليش تاخذ؟ فالدوله يعني انا سالت مجموعه من المختصين، قالوا الدستور هو الوثيقه الرسميه اللي تنظم العلاقه بين الدوله والناس، والكل طرف بالتزامات. الناس هسه موفين بالتزاماتهم. قالت لهم الدوله طلعوا للانتخابات راحوا، قلت لهم يوم حضر الاتجوال لا تطلعون، كورونا لا تروحون، بس حقوقهم وين؟ اذا الواجبات اللي حقوقهم ضاع، عاتق المواطن. اي اكو تقصير، اي اكو تقصير كبير بالدوله بهذا الجانب، حقوقه غائبه بالتمام والكمال. استاذ سعد، الان الوقف الشيعي تبرأ من عائديه القطاره له، الا انه في نفس الوقت يتقاضى ايراداتها منذ ما يقرب من 15 سنه، ما حقيقه هذه المعلومه؟ يعني هاي معادله غريبه. نعم. ان تحصل على الايرادات وعندما تقع كارثه تتخلى عن المسؤوليه. هذه قمه الانتهازيه. كيف تحصل على الاموال؟ اذا ماذا اللي قتلوا به؟ انت قشمرتهم، ضللتهم فتره طويله، انه هاي قطاره الامام علي، بينما هي لا تمتد الامام علي ويصله. حقيقه بالامس قرات لاحد الجيولوجيين يقول من قام بهذه الكارثه هو المستثمر، لما سحب بور مي او صنده وخلى مطور من تحت الصخور الرمليه ادى الى الانهيار. اذا اين الدوله؟ ثم الدوله كانت غائبه، يعني رئيس الوزراء لم يغرد على هذا الموضوع الا بعد 36 ساعه. رئيس الجمهوريه باليوم الثاني المغربي الله صرح، رئيس البرلمان اصلا ما صرح. لليوم لليوم طائفي حقيقه، اقولها بالمئة الفمي بقمة الطائفية. لما حدثت العبارة وهم راح ناس رايحين يتونسون بالموصل، قامت الدنيا ولم تقعد. السياسيين السنة أخذوها قضية طائفية، وراح رئيس الوزراء نفسه، وراح رئيس الوزراء للأسف ضافوا حتى دواعش ضمن المتوفين على أنهم غرقوا. الآن السياسيين الشيعة ولا أصلا أحد كلف نفسه أنه يروح للموقع، ما لا شفنا مسؤول سواء بالدولة وخارج الدولة، ولا شفنا سياسي شيعي كلف نفسه راح لهذا الضحايا، وكأنهم ليسوا بشر. يعني الدولة غائبة تماما بهيجي حوالي. هي شطارة من الوقف يتبرأ منها في حين أنه يتقاضى الإيرادات. نعم، نعم يعتبرها شطارة، هذه الحقيقة. أنت لا تستغرب الآن، تظهر عندنا البارحة أو أول البارحة نزلوا أنه لما انهارت ظهرت صورة الإمام علي بالقطارة حتى يظللون يستمرون بتضليل الناس. وين الإمام علي؟ يعني يظهر الرجال الناس ماتت، أنه أكو صورة الإمام علي. طبعا العقل الجمعي والجهل يصدق شيء زين، أما المسؤولية ولا أحد يطلع علينا وقال أنا يتحمل مسؤولية اللي جرى، لأن هاي جريمة حقيقة. لو كان عندنا قضاء وقانون مضبوط لك إلى حسب المقصرين، نعم بالتأكيد، كيف يقام مقام والناس تروح له وهو ما بأبسط اجراءات السلام؟ يعني قبل 3 سنوات طالب دكتوراه سوى جاء بحث عن القطاره عن المزارات الدينيه، فحذر من انهيار القطاره. يعني قبل 3 سنوات. نعم. ما اعرف وين الدوله، لماذا غابت الدوله؟ طيب دكتور رعد، لو افترضنا ان هناك شابه فازت بمسابقه جمال، او قضية زوجة السفير العراقي وما إلى ذلك، سلطت عليها الأضواء واستحوذت على اهتمام. أنا خلنا قاطعك هالمرة، راح نتبادل أنا وياك. نعم. هو هسه السفير منو حاسبه؟ على أي حال ودع عليه من استدعاء؟ نعم نعم، على أي حال. أو راح يحولون إلى وزير. نعم ممكن، واردة واردة. راح يستثمرون الفضيحة وراح تتحول إلى وزير. واردة. فرأينا إحنا اهتمام بالغ من قبل الإعلام فيما أن الجهد الذي بذله الحشد الشعبي، كوادر الدفاع المدني التي بذلت جهدا استثنائيا لم يسلط عليه الضوء إلا قليلا قليلا، هل هو عمى بصر عمى بصيرة؟ لا هو مو عمى أجندة. لا لا، هي القضية طبعا، هو بالمناسبة يمكن الدولة ما فتحت تحقيق بالموضوع بعد للان، ما فتح التحقيق بعد للان. يفترض كل الذين الاستاذ يقول الموضوع ما يستحق. كل الذين زاروا القطاره
أو كانوا يعتقدون بالقطارة الآن يحق لهم أن يقيمون دعوة على الوقف الشيعي. نعم. ليش يقيمون وعلى محافظة كربلاء؟ على الوقف الشيعي لأن هم ظللوا كل هاي الفترة وهاي فلوس راحت ما الناس روحوا تجي وتصرفوا هاي. نعم. يتقاضونها من وعلى محافظة كربلاء لأن أنا شفت صورة الولد زميل صحفي خلاها يمكن أبو علي عرفه تيمور. نعم. زائر القطارة سنة 1998. القطارة كلها كانت غرفة صغيرونة وشجرة ومجموعة واقفين يمها هاي. شلون تحولت بيلو يوم إلى مزار؟ نعم أشرنا إلى هذا بالمقابلة. وطلع صورة أخرى. طلع صورة أخرى يا ريت كان تكون موجودة. إلى محافظ كربلاء هو يفتتح القطارة. نعم. يعني القطارة كانت لها توصيف رسمي عند الدولة العراقية. نعم بالتأكيد. الآن ما يحق لهم يتناصر. اللي تقام دعوة لازم طبعًا وإذا ماكو جهة تقيم دعوة. ينبغي على الادعاء العام ان يحرك الدعوه ولو هسه احنا نعم. الادعاء العام ما ندري بيه نعم فيقيم دعوه للادعاء العام على يقيم دعوه للادعاء العام على المستثمر وعلى الوقف الشيعي وعلى يحرك الدعوه القضائيه هاي الناس السبعه اللي ماتوا اول شيء يعني هذول مو مواطنين وعندهم حقوق هو بالتاكيد مواطنين وهذا حادثه يجب هسه نعم. لحد الان نريد نعم. واحد يفتح تحقيق بالموضوع نعم. ماكو نعم. يقول لنا ذول ليش انهاروا هاي ليش انهاروا ذول ليش ماتوا من يتحمل مسؤوليتهم منو كذا ماكو ما اعرف بينما من صارت قضيه العباره رئيس الوزراء نعم قضيه اهتمام نفسه راح هناك نعم راح للموصل وتحدث وياهم واعفى المحافظ وعين رئيس الجامعه سوى اجراءات هنا الاجراءات ليش ما تصير ما اعرف هاي شغله الشغلة الأخرى إحنا نتحدث عن مرقد ولو كان هذا الحديث حساس مزار هو أي نتحدث عن مزار ضمن كربلاء والنجف يعني مركز القرار المرجع الشيعي يعني تفاجأت اليوم حرز الدين يقول لكم مرقد لعمران بن علي ضمن بالحويش مدوين داخل النجف يقول هذا مرقد وهمي زين إذا هي المراقد الوهمية داخل النجف نفسها والنجف مركز المرجعية يعني انت شايف الامور وين واصله مشكله كبيره يعني. انتم بالكلام تحملون انا اتحمل لا لا عفوا فالمشكله الكبيره وين المشكله الامام علي عليه السلام تنسب له مقوله هسه قايلها ما قايلها قايل عندما سكت اهل الحق نعم ان حقهم توهم الباطل نعم. يعني انت يوميا تطلع لي مزار وهمي يوميا تطلع لي مزار وهمي ورجال الدين المؤسسه الدينيه تتفرج مو من مهمتي انا لو مهمتي ابو علي لو جنابك احنا هذه مهمه الوقف الشيعي يعني دائره المزارات ينبغي أن توقف هؤلاء عتحتهم نعم. لا تقول لي مثلا الوقف الشيعي أو العتبات الآن ما عندهم دور لا لهم دور ولهم قدرة ولهم سلطة قرار على الدولة نعم هذا ما يفترض إذن ليش ما يوقفون هاي طبعا وبالمناسبة هاي أفواج زوار حدث ولا حرج نعم نعم يعني, نعم. يعني ربما مو من زوار من داخل العراق يجون من خارج العراق يجون أستاذ سعد اللي بنى مزار القطارة وتهيئتها عام 2015 تحت رعاية محافظة كربلاء ولم يعتمد توصيات نقابة الجيولوجيين باحتمال تهدم وسقوط أجزاء من التلة الترابية المجاورة للمزار بسبب الشقوق العمودية وإهماله هذا تسبب اليوم بمقتل الكثيرين هذا شنو معناه؟ يعني ربما الخبر عنده محسن الحاج محسن هشام نايف المسؤول عن هذا نعم معناه انه ماكو اي دوله بالعالم لو الا اللي ترعى هيك مشاريع نعم. يعني حقيقه هذا مشروع تجاري بالدرجه الاولى نعم. اصبح مشروع تجاري وليس مشروع ديني نعم. نعم. والدليل قبل يوم طلع واحد من اللي يشتغلون بيسالوا نعم. عن نعم. حادثه وهاي قال احنا ما ناخذ رواتب لا احنا ناخذ مكافاه وكانما عماله من المصدر نعم. يجيبوهم يدوهم يوميه فقال احنا ما ناخذ رواتب ما لنا حقوق السؤال الان هذول من راح يعوضهم اللي هذا سؤال كبير اللي فقد اللي فقد عائلته واحد فقد اربع من عائلته نعم. اللي فقد زوجته اللي فقد ابنه هذا من راح يعوضه نعم. الدوله نعم. الدوله الغائبه الدوله للاسف تتعامل باسلوب باسلوب التطنيش يعني لأن هذا الشيعي ما يستحق وللأسف محسوبة علينا الدولة الشيعية فهذا ما يستحق يعوضوه بس أبو العبارة اللي راح يتونس
ويوقع بالشاط لا لازم يتعوض. على أي حال يعني هو قضية التعويض هو اللي فقد روحه شنو شي يعوضه؟ لا يعني حتى شي يعوضه يعني. هو حتى التحقيق به نعم نعم ما مكلفه نفسهم مثل قال الدكتور انه يحققون به الموضوع. ماكو حد ضيوفي الأكارم أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير والذي حمل عنوان حسين وريان والإعلام الطائفي، الكاتب سعد جاسم الكعبي. حسين وريان والإعلام الطائفي، الكاتب والصحفي سعد جاسم الكعبي. هذا هو الإعلام العربي المأجور والحاقد، وللأسف هناك من يمشي خلفه من إعلامنا دون أن يكون له رأي أو موقف. قضية الطفلين ريان المغربي وحسين العراقي كشفت لنا الوجه الكالح لمن ينادون بالشعارات الإنسانية وإنصاف الطفولة الزائفة. والسبب واضح، أن حسين عراقي شيعي ويزور مقاما شيعيا ولا يهمهم بشيء، بينما ريان كان طفلا عروبيا وسقط في البئر دفاعا عن البوابة الغربية للأمة العربية. الغريب أن هذا الإعلام لم يسكت طوال أيام بعد سقوط طفل مغربي ريان وهو يلعب في بئر أنشأته عائلته، وتعاطفنا معه أيضا لأنها حالة إنسانية. مرحبا بكم أيها الأحبة مرة أخرى وأخرى. دكتور رعد، قطارة الإمام علي عليه السلام أو الإمام علي طلعت لا هي مزار ولا تابعة لدائرة المزارات أو لدائرة الوقف الشيعي، إجا واحد بناها واستثمرها كما أشار الأستاذ سعد، خذها واستثمرها يعني قضية الدولة علي. قضية تجارية، الفساد وين واصل خاطر الله؟ يعني واصل إلى مرحلة يمكن يعني خارج التصورات. احنا آخر مرة طلعنا 79 بالتصنيف ضمن الدول الأكثر فسادا. المشكلة وين الآن؟ أنا أعتقد الوقت مهيئ يعني للمرجعية للوقف الشيعي أن يقوم بمراجعة شاملة لجميع المزارات اللي موجودة، وأن يكونون شجعان ويغلقون المزارات الوهمية. هذا اللي المطلوب من يومهم. نعم. مسألة أن تتمدد هاي المزارات مسألة أصبحت يعني في حكم الأمر الواقع. إذا هسه عندنا 100 مزار وهمي، عباس شمس الدين ذكرهن بكتابه بالتفاصيل ذاكرين حتى بأماكنهم. ربما ذني على السنة الجاية يصيرن 200. نعم. أصبحت القضية أكو واحد ظهر بها السيد محسن الحكيم رحمة الله على روحه، قالوا له سيد هذا يقول الزهراء موجودة بالنجف، قال لهم الدولة عليه والدولة عليه، قال له ابني منين دريت الزهراء موجودة؟ قال له بالمنام اجتني بالمنام هذا مكاني. قال له ابني وانت عدل ما لك قيمة، شنو قيمتك وانت نايم؟ الكثير من هاي المزارات ترى مبنية على منامات، من قال انه المنامات صحيحة؟ يذكرها الدكتور علي الوردي مثل مقام او بالحلة اسمه سيد صقبان، وهدى عنه احد اولاد الامام الكاظم عليه السلام في كتاب. هذا الكفل اليوم قرأت عليه. نعم. يذكر عباس شمر الدين هذا الكفل اللي هم تاريخيا اليهود يقولون هذا الكفل، يعني اكو نبي قال من يكفل قومي يصير قاضي لهم، فهو ذو الكفل. اي ذو الكفل. نعم. هذا اللي موجود جاي من نعم نعم. تاريخيا طلعت لا هذا المعسكر النخيلة كان يعسكر به الجيوش اللي تطلع من الكوفة للحرب، جيش الإمام علي حتى ابن زياد عسكر به. نعم. وطلع هذا يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق الابن الأكبر. وهسه إذا تروح أنت بالمناسبة أنا قبل فترة زرت تروح تلقى قبور اليهود موجودين هنا. المشكلة نعم هو وقف. وهذا ترى نعم. داخل ضمن القانون اللي قرروه مال التطبيع أن يحق لهم يجون. نعم نعم نعم. هذه مال المشكلة وين؟ المشكلة أنت في ظل أوضاع مثل هذه الآن فرصة قدام الوقف الشيعي لكي يراجع، ينتدب خبراء بالتحقيق بالتاريخ يراجعون من المزار الوهمي يغلقونه. ليش أنت مبقي ونخلي الناس مضللين؟ نعم. يعني هذا مو دورنا إحنا الإعلاميين. لا دور هذا المؤسسات دور لا دور بالضبط دور المؤسسة الدينية. المؤسسة الدينية الآن لازم تستغل الفرصة تقول هاي المؤسسة الرسمية التي أخذت بعدها. أكو ناس راحة وضحية بالقطارة، يعني شنو هذا المواطن اللي حكى عليه أبو علي من البصرة؟ عائلته من البصرة جاية. نعم. إيه من البصرة. نعم. تارك الإمام علي. نعم. تارك الحسين. تارك هاي المزارات المثبتة تاريخيا. تارك الإمام الكاظم. تارك سامراء وراح القطارة.
الناس تتبع الان الفرصه. نعم. مواتيه يعني الفرصه مواتيه لكي تحقق الوقف الشيعي والمؤسسه المرجعيه المؤسسه الدينيه تحقق تشكل لجنه من الخبراء يحققون في شرعيه المزارات الوهميه. اي مزار مو وهمي خلي يكون عندهم القدره والشجاعه ان يقفونه. لان معناها انت تساهم في تضليل الناس. طبعا هذا استثمار لعاطفه العراقيين الجياشه تجاه كل ما يتعلق بالائمه. يا سيدي احنا عليهم. عندنا الحسين بعد. نعم. شنو نريد غيره؟ نعم. الحسين موجود عندنا. نعم. سلام الله عليه. شنو نريد غيره؟ في مصر متمسكين برئيس ينسب للحسين. نعم. رئيس الحسين. نعم. متمسكين. نعم. به لحد الان وما ينطونه. بس ما يعني المشكله وين؟ الان بدها تتمدد هاي القضيه. يوميا نسمع يوم سيد صاروخ يوم سيد ما ادري منو. استاذ سعد تذكرون حادثة العبارة بالموصل أنت. نعم. سبق وأن تحدثت. نعم. عنها وهي لا تختلف إلا بالتفاصيل يعني لكن القضية أعتقد أنها مرتبطة بمذهب الضحايا هناك سنة هنا شيعة. نعم. نعم. هناك احتسبوهم شهداء منذ اليوم الأول هنا حتى على مستوى التصريحات فهي تصريحات خجولة يعني ترى ما الباعث لهذا السبب حقيقة هنالك خشية من السياسيين أو المسؤولين اللي جذورهم شيعية. نعم. إنه يتكلم حتى لا يتهموا بالطائفية فيضحي بحقوق هؤلاء الناس يعني ما عنده شيء مشكلة لكنه يصير وطني إذا تحدث بحقوق غيره. فهذه مشكلة نعاني منها بالمجتمع العراقي. أنت تصور يعني أبسط شيء يوم الغدير لا يعد عطلة رسمية في بغداد خوفا على مشاعر الآخرين. مع العلم ان الغدير يعني بتنصيب من الرسول ومشهور هذه كارثه من الكوارث يعني فهو هذا السبب يجعلهم يخافون يتكلم. انا اريد ابحث عن الموقف الحكومي ليش متباين في الحالتين. الموقف مداقتك الموقف الحكومي خاف يتهموه بالطائفيه ونحن طبعا وكانما الدول العربيه هي اللي معيشه لكن الدستور كفل قضيه الاحترام المزارات كفل فقط بس كتابه التعدد. كتابه لكن الشيعي لا يساوي اي شخص داخل المجتمع حتى على صعيد السلوك الحكومي. نعم نعم حتى على صعيد والسبب السياسيين الشيعة. حقيقه اكثرهم متخاذلين جبناء يخافون. يخاف ان يصرح بتصريح يحسب عليه انه طائفي. زين وتروح استثماراته بالامارات والسعوديه وقطر وعنده استثمارات في دول عربيه ذات مذهب سني معروف. يعني انا اتذكر انه مبعوث الامم المتحده اول بدايه السقوط اجى قابل السيد السيستاني. نعم. فمن طلع سيلو الصحفيين قال انا استغرب يعني طلع العراق شيعي مو سني. قال انا كنت اتصور ليش؟ لان اكو تعتيم اعلامي. فما للاسف السياسيين عندنا يتعاملون بهذا النفس انه برا يحكي وطني وما يقدر وجوا ما يقدر يحكي يقول انا شيعي قل ما تجد منهم من يفصح عن شيعيته. والله اساسا هذه دفع الناس الموقف السياسي اذا عزلناه ونبحث عن يعني الموقف الحكومي الافتراضي اذا حادثه يعني تستلزم التضامن وتستلزم الاجراءات اولا اجراءات صارمه بحق مثل منشئي مثل هذه المزارات وايضا فيما يتعلق بقضيه التعويض واعتبارهم شهداء وما الى ذلك يعني هو هذا الكيل بمكيالين ما اعرف يعني الى متى؟ العفو لان الانسان الان عندنا بالعراق يتميز بمذهبه وللاسف برا يتعاملون وياك بهذا الاسلوب هذا ولذلك انا لما كتبت انه ريان كان يحامي على الحدود نعم الحدود الغربيه للامه العربيه نعم نعم زين على طريقه الحدود الشرقيه نعم نعم بينما هو سقط يلعب كان سقط في بئر نعم صار قضيه انسانيه بينما يموت 8 أو 9 زين تحت الانقاض مو مهم انا قبل دقيقه قلت للدكتور هم هذول لا يستحقون في نظر المسؤولين نعم هؤلاء لا يستحقون ان احد يذكرهم لكن هذا فيه تكريس للطائفيه التي نسعى الى تجاوزها لن نتجاوزها دكتور رعد الكاتب استاذ سعد يقول الغريب ان هذا الاعلام لم يسكت طوال ايام بعد سقوط طفل مغربي ريان وهو يلعب في بئر انشاته عائلته وتعاطفنا معه أيضا لأنها حالة إنسانية وظل يتباكى عليه وهو جزء من إعلامنا الطائفي طوال أيام رحلة إخراجه من بئره حتى أنهم هو طبعا هذه مني حتى وشبهوه بيوسف أيضا
أتدرون لماذا تجاهلوا مأساة حسين والآخرين؟ فقط لأنه عراقي وسقط عليه مقام شيعي. تعليق. يعني أنا أعتقد هو أستاذ سعد صار كبد الحقيقة. المشكلة الكبيرة جدا الآن نحن نعرف يعني ما الذي مقومات الإعلام العربي سواء فضائيات أو إذاعات أو صحف، والغريب في الأمر أو هو ما عاد غريب أنه لدينا قنوات فضائية ماشت الإعلام العربي بهذه القناة. نعم مشكلة كبرى. هم يقلدون هذه القنوات في الأداء ويقلدونها لأن نفس مصادر التمويل مال قنواتهم هي نفس هذه القنوات. من المستبعد طبعا حتى قضايا المسؤولين العراقيين تلاحظ جنابك. نعم. قضايا المسؤولين العراقيين إذا مسؤول شيعي يشنع عليه في القنوات الفضائية. نعم. الأجنبية. نعم. العربية. نعم. إذا مسؤول سني ما يشنع عليه. هاي نعم. نعم. العربية دائما كانت ما تقول ما انهزموا داعش. نعم. بالعربية أبد. أنا متابعها وعندي بحث عليها. نعم. دائما من ينهزمون داعش يقول انتصرت القوات الرسمية العراقية. نعم. على مقاتلين. نعم. في المنطقة الغربية. من داعش يحقق نصر يقول حقق داعش انتصارا على شو اسمه. نعم. فداعش لم ينهزم أبد في العربية. نعم صحيح. لم ينهزم أبد في العربية. نعم. أول تغيير ذولا كلهم أبطال، ومرة ديوان طلعت بيان غزوة رمضان يعني تبنت خطاب داعش. أنت يعني ينبغي أن تكون هنالك جهة الآن. نعم. تسائل هذه القنوات الفضائية اللي موجودة عندنا. على التغطيات الإعلامية لها. هي أنت لا تستغرب. نعم. هي قناة الدولة الرسمية العراقية ما غطت. نعم مشكلة. فما يعني ننتظر من القنوات الأخرى تغطيها. نعم. الحزبية. نعم. القنوات المفروض عزة خلي تكون حيادية. نعم. مثل ما غطيت مالت العبارة غطى هاي. هي مو الموضوعية. نعم. حتى الموضوعية هم مفقودة. نعم نعم. سعد بأقل من دقيقة غياب ملحوظ بمواقف الاقتواء السياسية، ما السبب؟ بأقل من دقيقة طبعا لأن مشغلين بصراعاتهم السياسية وخلافاتهم. والموضوع يخاف ينكشف أوراق يعني المستثمر، وأكيد واحد من السياسيين أو الأحزاب يعني أبسط شيء عوائل اللي تضرروا أهل المستثمر أو الجماعة المستثمرة قال لهم لا تحجون بالإعلام حتى نحذركم، واللي نحن راح نعطيكم فصل بس إذا حجيتوا ترى ورانا أحزاب كبيرة. فلذلك سكتوا. شكرا لكما، كنتما ضيفين كريمين أيها الأحبة. كتب معد البرنامج الأستاذ قاسم العجرش الخاتمة التالية: قامت دنيا الواتساب، الفيسبوك، التويتر، الانستغرام، ولم تقعد لحد الآن متحدثة بألم بالغ عن وفاة امرأة عشرينية وإصابة 3 أشخاص بحادث سير صباح الاثنين على طريق A14 السريع. وفقا لما نقلته صحيفة الستاندرد اللندنية، وبحسب الصحيفة فقدت سيارة من طراز رينج روفر السيطرة قبل أن تصطدم بسيارة أخرى من طراز تسلا وتنقلب على سكة حديد خط بيكاديلي في محطة بارك رويال بلندن قرابة 4 صباحا. تشاو هذولي المقاريد ضحايا القطارة. شو ولا واحد نشد بيهم. أفوض أمري إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله.